بشكل مفاجئ. تقدمت تونس بشكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة ضد المغرب بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراسة المدرسية التونسية، وذلك وفقا لبلاغ نشر على موقع المنظمة، حيث طالبت بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة بشأن حقوق مكافحة الإغراق. وكانت السلطات المغربية قد أوقفت استيراد الدفاتر المدرسية التونسية، وذلك بعد كشف تحقيق لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أفادت أن الواردات التونسية أغرقت السوق وتسببت في إلحاق ضرر كبير بالصناعة المغربية الورقية. وقد بين تحقيق عن كثافة الممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، وكذا فضاحة الأضرار التي سببتها الحكومة التونسية للصناعة الوطنية، وذلك عقب دعمها لمنتجي الضفاتر من خلال منحهم إعانات خصوصا على المواد الأولية، ما سمح لهؤلاء بمهاجمة أسواق التصدير.